شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كانت حاضرة أيضا مديرها التنفيذي الأستاذ محمد يوسف مع كريم أحمد. اتفضل يا كريم. الحقيقه الواحد بيكون سعيد جدا لما بيكون معانا المدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي الحاج محمد يوسف. سعداء بوجود حضرتك معانا. يوم عظيم، انت اهلاوي عظيم واهلاوي صميم وعارف قيمه النادي الاهلي الكبيره، وعارف ان المجهود اللي بذل عشان نشوف مجمع رياضي بهذه القيمه الكبيره جدا، مستشفى مدرسه، متحف، استاد، فندق، امور عديده جدا تتطلب مجهود برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي تحامل على نفسه بشكل كبير جدا مع مجلس الاداره عشان الكل يكون سعيد النهارده. حاج محمد، حابب تقول النهارده على اليوم العظيم؟ اولا كريما برحب بيك، برحب بقناه النادي الاهلي في بيتنا. بص، انا ما اقدرش افصل دوت عن عطاء مؤسسه بالكامل وتاريخ طويل جدا جدا جدا. طبعا مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب، انا مش قادر يعني، طبعا انا في حين ان انا اقول الراجل ده بيبذل مجهود قد ايه بشكل يومي في النادي الاهلي، وانتم بتشوفوا ده ان انتم موجودين معانا في النادي باستمرار. المجلس بالكامل متكاتف عشان الصوره العظيمه اللي تطلع دي، التحالف اللي موجود النهارده، ويسعدني جدا ان هو باسم القلعه الحمراء بنضيف مؤسسة ومنشأة رياضية تضاف إلى كل منشآت الدولة العظيمة، وأكيد الدولة المصرية سندت هذا الحدث. فإحنا النهاردة كلنا فخورين ببداية تحقيق هذا الحلم، وإن شاء الله يا رب كلنا نحضر هذا الحلم. ترتيبات الحقيقة على أعلى مستوى، عشان كده ما بنقول للنادي الأهلي قيمته كبيرة جدا، لما بيجي يعمل حاجة لازم تكون بهذا الشكل. من الحقيقة من أول وإحنا داخلين من النادي الأهلي الشيخ زايد، حاجة رائعة، حاجة عالمية تدل على قيمة النادي الأهلي. الحاج محمد لمس إيه من أول دخوله النادي الأهلي الشيخ زايد؟ أولا فخر كبير جدا جدا جدا، حتى حال الإخراج للحدث اللي موجود شيء عظيم جدا، نظام هائل جدا جدا جدا، كل واحد عارف دوره من أول ما دخلنا من على الطريق بره من عند الشيخ زايد. تواجد رجال الأمن اللي موجودين، تواجد رجال أمن النادي اللي موجودين، تواجد الشركة المنظمة اللي موجودة، كل واحد عارف دوره، دخلنا بمنتهى السهولة واليسر رغم العدد الكبير اللي الناس هتشوفه موجود، نظام هائل جدا 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 جدا. جمهور النادي الاهلي اللي سعيد النهارده جدا، حاج محمد يقول له ايه؟ لان النهارده هي ليله جمهور النادي الاهلي. شوف، انا عايز اقول لك على حاجه، جمهور النادي الاهلي ده هو السند الاول للنادي الاهلي، مفيش شك. وتاني حاضر اقول لك ما اقدرش افصل ده عن انجازات موجوده الحمد لله في الفتره الاخيره، مش بس بنختصرهم في السنتين اللي فاتوا، لا على طول، لكن احنا عندنا النهارده انجازات فريق الكره طبعا الحمد لله، وبنبارك لجمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره على ال 12، بنتكلم على العاب الصالات الحمد لله موسمين ولا اروع ولا اروع ولا اروع، نشاط رياضي وكانت خالد العوضي، لا لا لا، حتى على النظام الاربع فروع اللي موجودين للنادي الاهلي بنشهد طفرات كتيره جدا، وطفرات لسه الناس هتسمعها سواء هنا في فرع الشيخ زايد او التجمع الخامس. فما اقدرش افصل كل ده عن الحلم اللي احنا بنحققه النهارده، انجازات والحمد لله بنحمد ربنا وبنشكر الكابتن محمود الخطيب. حبيبي يا كريم، حبيبي يا كريم، حبيبي كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه للمدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي الحاج محمد يوسف على هذه التصريحات. الكل سعيد، قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، ويا رب تظل قيمه النادي الاهلي اكبر ان شاء الله باذن الله خلال المرحله القادمه.